ترجع توجيه هذه الأسماء داخل أرضية الميدان وتعديدها أيضا. معنا ابن الصخرة ديبالا جارح وعد الشقب إجرام مرعب الجونيور خلان البحر بدأت الخيول دخول إلى أرضية الميدان، الخيول المشاركة في المجموعة التاسعة. ديبالا أيضا يدخل داخل أرضية الميدان. ديبالا بن الفحل صعيد الأماس الملك أسد غريفات المدرب علي غريفات، القيادة ستكون لزنور. هذا الشوط الفحل بن الصخرة الأم جيك دايموند الملك رومان مدرب رومان سيكون بقيادة الخيال أحمد أبو جبل. يلا نعمان عددوا عددوا. شباب اللي قريب على خط النهائي قبل وبعد خط النهائي بعد شوية. ديبالا مع الخيال زنور والفحل صعيد الأماس للمالك أسد غريفات المدرب علي خضر غريفات قيادة لزنور مع الخيال بزيو. مالك رومان مدرب رومان قيادة لأبو العاطف أحمد أبو جبل. ديبالا ينهي دورة الإحلاء خلال مونتيغا رزان عروس الشمال وهدية ومحبوبة. شوط مسك الختام الشوط القادم. هذا الشوط قبل مسك الختام ما قبل الأخير من مهرجان اليوم، من اليوم الأول من نهائيات سباقات قانا الجليل كفركنا. وفعلا إخواني ينطلق الشوط على بركة الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ابن الصخرة مع الخيال أحمد أبو جبل متصدر المجموعة من البداية. ياس أبو جبل على الصوت. وعد الشقب بالمراتب الثانية، هذبان بالمراتب الثالثة مع الخيال إبزيو. ابن الصخرة الآن ما يزال متصدر المجموعة. هذبان بسم الله ما شاء الله يبدأ الزحف نحو المراتب الأولى مع الخيال إبزيو. هذبان الآن متصدر المجموعة. ابن الصخرة بالمراتب الثانية، وعد الشقب بالمراتب الثالثة مع ياس أبو جبل. نزاع على المراتب الأولى الثانية والثالثة. ديبالا يا سلام ديبالا بسم الله ما شاء الله. ديبالا متصدر المجموعة الآن مع الخيال زنور. الخيول الآن تخرج من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم. ديبالا مع زنور متصدر المجموعة. ابن الصخرة يندفع من الخارج. وعد الشقب مع ياس أبو جبل يندفع أيضا. نزاع على المرتبة الأولى. ديبالا ووعد الشقب يبدو لي أن ديبالا بطل هذا الشوط. ديبالا بسم الله ما شاء الله مع زنور.
بطل أبطال هذا الشوط الفئة الثالثة من 4 سنوات وما فوق ديبالا مع زنمور يتربع على عرش هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق. ديبالا بطل هذا الشوط في ما شاء الله الفئة الثالثة من 4 سنوات وما فوق. تضاهم خلال صقر الاحتيارات زنور. مبروك مبروك لأولاد الحاج علي مصطفى غرفات أبو سالم، مبروك لعشيرة الغرفات أجمعين، مبروك أسد. إذن وصيف نائب البطل هذبان مع خيال بزيو، مبروك المبروك للملاك والمدربين، مدربي وملاك هذبان كلا ما شاء الله تبارك الله. أيضا وعد الشقب وصيف البطل بطل هذا الشوط بعد الشقب نقال غزال الشقب لبس اللوبيا مالك يوسف موعد طبلات على وجبل للتدريب كان بقيادة الخيال اياس ابو جبل. تقديم درع تقديري وتكريم الخيال والفارس الند العنيد اياس ابو جبل. وين التصفيق الجمهور لاياس ابو جبل؟ درع تقديري مقدم من ادارة ميدان الاحلام بخصم الذكر العم ابو العدنان اكرم عواودي، مقدم درع تقديري للخيال اياس ابو جبل لهذا الموسم الرائع الفذ الذي قدمه ابو العاطف اياس ابو جبل في جميع المضامير والحاصل على اكثر خيال فوزا في جميع المضامير واكثر بطولات. حبيب ابو العاطف الله يمدك بالقوه والعافيه والى الامام، بارك الله فيك ابو العدنان. ايضا نرحب ندعو الخيال زنور